الانتخابات الأمريكية الأخيرة دي الحقيقة تبقى هي الانتخابات الأكثر إثارة وجدلا وضجيجا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الانتخابات الأمريكية والتوابع اللي شفناها دلوقتي سريعا في هذا التقرير وتابعناها طبعا وشفنا أصدقها، كانت طوال الوقت فيها مواقف ومشاهد غريبة على المشهد السياسي بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. كان فيها مواقف حتى وصفت بأنها مواقف كوميدية، كان فيها أعمال عنف، كان فيها بوادر لما هو قادم. خلينا نقرأ ما حدث بعيون ضيفنا وضيفكم الكاتب الصحفي الأستاذ عادل حمودة، معانا دلوقتي عبر الصوت والصورة، وسعيد الحقيقة بلقاء الأستاذ عادل النهاردة. برحب حضرتك يا فندم. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك. استاذ عادل، هبدا يعني بمشاهد الاقتحام، حضرتك شفتها ازاي؟ يعني اكيد هي لافته وغريبه، ولكن بالتاكيد كان هناك تفاصيل اكثر عند حضرتك. حوالي شهر تقريبا وفي هذا البرنامج توقعنا، أو أنا تكلمت عن ما يمكن وصفه بانقلاب ترامب. الانقلاب دون أدارته مجموعة من الجمهوريين، كان على رأسهم مارك ميدوز اللي هو رئيس العاملين في البيت الأبيض، وبعض السيناتورز في ولاية فلوريدا، وأيضا رئيس السيناتور المسؤول عن لجنة استخبارات مجلس الشيوخ. الناس تعجبت من هذا الكلام إلى أن خرجت بعد ما قلناه نيويورك تايمز وتكلمت على مظاهر الانقلاب المتوقع من ترامب. كلمة انقلاب هنا تعني إيه؟ تعني محاولة لتعطيل نتائج الانتخابات التي تمت بشكل ديمقراطي وجرى الاعتراض عليها إلى أن ثبت تماما أنها لصالح جو بايدن. أول مظاهر هذا الانقلاب كانت محاولة لضرب إيران، وهذا خبر صحيح 100%. قبل 48 ساعة من يوم الأسود، يوم العار، يوم الأربعاء 6 يناير اللي هو يوم الاقتحام، رئيسة مجلس النواب بيلوسي تلقت ظرف مغلق، وهذا الكلام مصدره مراكز دراسات استراتيجية في واشنطن، جرت مناقشة بينه وبينهم حوالين ما جرى. فأول ما فتحت بيلوسي التقرير، والتقرير بيحمل رقم 4404 جي بي، التقرير صادر من استخبارات البنتاغون، بيتكلم تحت عنوان تقديرات موقف لضربة نووية لبلد بعيدة حسب رغبة الرئيس أو حسب طلب الرئيس. الست شافت التقرير من هنا، خلي بالك تتكلم على 80 سنة، وكادت أن تصاب بأزمة قلبية. فبالفعل طلعت من شنطتها حباية خاصة بعلاج القلب وحطتها تحت لسانها. التقرير صحيح ما جابش سيرة إيران، ولكن من الواضح أن كانت تدريب أو ترتيب ضرب إيران هو معناه تعطيل لفكرة انتقال السلطة. وهنا لازم نتذكر أن مارك وزير الخارجية الأمريكي مارك بينو مع مدير الموساد الإسرائيلي الذي أقيل مؤخرا اللي هو يوسي كوهين، قعدوا لمدة 70 ساعة بيرتبوا الضربة النووية لإيران. هذه الضربة كانت ضربة نووية بالقطع، وهنا لقينا أنه اللي كانت هتحمل الصواريخ النووية أو الرؤوس النووية كانت طائرة T-52H. هذه الطائرة يعني مهامها الأساسية دك التحت شديدة جدا يعني، ومن ثم جرى تحميل هذه الصواريخ في قاعدة أمريكية في بريطانيا، ونقلت الطائرة إلى إسرائيل لأن إسرائيل كانت المنوط بها تنفيذ العملية، لكن كانت هناك معوقات لهذا العملية، وهي أن هناك 4 عمليات للرد من إيران. هذه العمليات كانت كفيلة بإلغاء العملية لأنها كانت هتثير الفوضى في الخليج وهتضرب دول خارجية
وتف تعمل حروب مفتوحة في المنطقة. يضاف لكده أن إيران مؤخرا سربت فيديو من أغرب ما يمكن. الفيديو عبارة عن قواعد أقرب للأنفاق تحت الأرض، نفق ضخم جدا بطول السواحل الإيرانية. هذه الأنفاق بتجري فيها شاحنات كبيرة جدا عملاقة ومدرعات، وأيضا فيها ثلاث أنواع من التواريخ، آخرهم الصاروخ المسمى سليماني على اسم قائد فيلق القدس الذي قتل أو اغتيل في بغداد. هذه الصواريخ كانت موجهة للجو وللسفن في منطقة الخليج كلها. إذن بشكل أو بآخر ضرب إيران أصبح عملية مستحيلة. بيلوسي التقت بالاستخبارات في الكونغرس، وحضر مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وبالكاد سمعنا وتسرب فقط شيء بسيط جدا، وهو أنه من فضلكم خلي بالكم أن الراجل ده ممكن يعمل مصيبة نووية. كل اللي عرفناه من هذه القصة هو تحذير أن ترامب نفسه يمكن أنه يجن ويستخدم الشفرة النووية في المصيبة. ده يمكن ده اللي عرفناه من القصة، أو اللي احنا بنقولها لأول مرة. طيب أستاذ عادل، تفضل تفضل يا فندم، كمل تفضل. لقينا الجانب الثاني أو المصدر الثاني هو خروج ترامب يوم التصديق على انتخاب بايدن في الكونغرس. لقيناه بيطلب من أنصاره أن هم يتصرفوا ويقفوا يعترضوا على هذا الأمر، وبالتالي كان ما كان من عملية الاختراق. هنا لقينا، لو بصينا في الصور، تفضلي. لا، لو عند حضرتك قراءة للصور أحب أسمعها، تفضل يا أستاذ عادل. لو بصينا للصور هنلاقي أنه دي عبارة عن ملابس وأعلام وشعارات ولافتات، تنظيمات يمينية متطرفة. وهذه التنظيمات هي عبارة عن تنظيمات تكونت في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية من بدعم معنوي. هي الصور معينا على الهواء فعلا. ترامب. وهذه التنظيمات في الحقيقة بتبين الفلسفة اللي قام عليها ترامب نفسه، لأنه ترامب غير في فلسفة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ده موضوع ممكن نرجع له تاني. لكن لقينا هنا أن في سهولة شديدة جدا في اختراق الكونجرس. اثنين، أن هناك على بعد مربعين سكنيين لقينا أن هناك مخزن للأسلحة في قنابل يدوية، وفي أيضا مسدسات، وفي مدافع قابلة لإصابة الدروع أو الدبابات. يعني كان هناك تسليح أيضا تم في من خلال المهاجمين. لقينا أيضا حاجة ملفتة للنظر. طبعا كان من الطبيعي جدا أنه الأعضاء المجلسين يهربوا قبل التصديق، لكن لقينا جملة مهمة جدا، وهي أن المقتحمين كانوا يبحثوا عن مايك بينس نائب الرئيس بصوت عالي. فين الراجل ده؟ هاتوا الراجل ده، هاتهولنا بأي طريقة. هنا مايك بينس كان مع زوجته وابنته بيحضروا الجلسة، وأيضا ربما هنا ده أفزعه، لأن مايك بينس حقيقة رفض الاشتراك في الانقلاب اللي عمله ترامب، وبالتالي لقيناه بينحاز إلى بايدن، بل أكثر من كده شال البروفايل بتاعه على السوشيال ميديا، صورة ترامب وحط بدلها صورة بايدن. بدأ هنا واضحا أنه بينس رقبته مطلوبة، وهنا ده كان الانقلاب الحقيقي اللي عمله بينس، بحيث أنه لو كان ترامب رفض نزول قوات الحرس الوطني، وقوات الحرس الوطني هي قوات بتنزل في الأزمات السياسية أو في الأزمات الطبيعية، يعني هي نزلت على سبيل المثال أيام الإعصار، أو نزلت بعد هجمات سبتمبر 2001. صحيح.